بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الليلة إن شاء الله هنتكلم عن آخر سبيشيز اللي هو بلازموديوم أوفيل. بلازموديوم أوفيل بتميز إنه الانفكتد ار بي سيز ممكن تكون نورمال أو ممكن تكون سلايتلي اللارج، يعني ممكن تزيد شوية، وممكن تكون راوند، وفي الغالب بتكون أوفيل، وبعض الأحيان بتكون هي في امبرياتيد اللي هي تكون دائما فيها اللي هي حاجة زي دي اللي هي نقول عليها الجوست سيل، جوست سيل اللي هي زي الخلية الشبح. في الغالب فيها شيفينرز دوتس زي وزي فيفاكس، وهي غالبا أغلب حاجات بتشبه فيفاكس زي وزي فيفاكس. في بعض المراجع ممكن يسموها جيمس دوتس. طيب هنا لو ملاحظين في الرينج ستيج الشكل طوالي بيجي شنو؟ بيجي في امبرينيتد او ممكن نقول عليها جوست سيل. هنا برضو بنفس الطريقه عندها لارج كروماتين وعندها كومباكت سايتوبلازم، ده الرينج ستيج. هنا بدا يتقسم اللي هو ماشي لشايزونت، هنا بلقاها برضو واحده من الحاجات ممكن تكون ثريد، الكروماتين حقها يكون ثريد. هنا ماشيه بقت اوفيل، عندها هنا خاصيه المالتيبل انفكشن، مالتيبل انفكشن اللي هي قلنا دي اكتر من رينج بيكونوا في ار بي سيز واحده، والحاجه دي قلنا هي حصريا على فالسبرم، لكن ما بيمنع انه نلقاها في التانين، لكن بتكون دائما نادر. طيب التروفوزويد اللي هو ممكن شكله يكون irregular، ممكن يكون كومباكت، عنده كومباكت سايتوبلازم، لكن في كلا الحالتين بيكون عنده لارج سايتوبلازم، لارج كروماتين، لارج سيتوبلازم ولارج كروماتين. بعد ذاك شكل ال ار بي سيز بيكون بقى اوفيل، دائما بيكون اوفيل او اللارجت. احنا شايفين اللارجت هنا اوفيل، نفس الطريقه هنا اوفيل، هنا اقرب للفيفاكس لكن هي اوفيل. نفس الشيء هنا بلقاها بنفس الطريقه، دي كلهم عباره عن تروفوزويد، والواضح جدا اللي هو ظهور الشيفنرز دوتس، واضح جدا هو ظهور شنو؟ شيفنرز دوتس. الجاميتوسايت اللي هو الشكل طوالي بيتحول الى اوفيل، شكل الجاميت ذاته بيكون اوفيل، والخليه اللي قاعد فيها ذاتها اوفيل، فيها كميه كبيره جدا من البيجمنت اللي هي الشيفنرز دوتس. بالنسبه ل الشايزونت، الشايزونت بيكون هو ممكن يملا نص الار بي سيز، يعني الار بي سيز بتكون دائما في نصها، بيكون فيه من 6 ل 14، في بعض الأحيان ممكن يصل ل 18. ميروزويد بتكون هي لارج، ميروزويد دي بتكون دائما هي لارج. عنده لارج ميروزويد وعندها الحالتين اللي هي نفس حالة ميلاري، ممكن يكون ريجولر ممكن تكون irregular، ممكن تكون ريجولر ممكن تكون شنو irregular، يعني ممكن يكون مرصوص حول ال الستيبلينج دوتس بطريقة ريجولر، ممكن يكون irregular، لكن هو دايما بيكون بيملانا نصف ال RBCs، يملى نصف ال RBCs. طيب بكده ان شاء الله بنكون خلصنا الاربع انواع بتاعت البلازموديوم سبيشيز.